وإلى باريس. خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، أهلا بخالد. إذن بالأمس كان هناك إقبال من قبل الجالية المصرية في باريس، كيف يبدو ملامح اليوم والتوقعات لليوم؟ مارينا، بعد التحية إقبال متميز حسب وصف السفير المصري علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، والذي أكد على أنه بالرغم من برودة الطقس وكان يراهن دائما على هذا الحضور المتميز في اليوم الأول، انتهت العملية الانتخابية لليوم الأول وتم إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 9 بالتوقيت الفرنسي، 10 بتوقيت القاهرة. اليوم نحن أمام يوم جديد، وهذا اليوم الجديد يمكن أن نتحدث عنه بأنه يوم الشباب أو يوم الطلبة، حيث أن بالأمس لم تكن نسبة مشاركة الطلاب كبيرة نظرا لأنهم في دراستهم، وأن من بينهم من هم الآن في مرحلة الامتحانات. ولهذا نستطيع القول بأن اليوم الأول مر بسلام وسط إجراءات أمنية من قبل الشرطة الفرنسية أمام السفارة الفرنسية التي لم نكن بحاجة إليها الحقيقة، وأيضا أجواء وتحركات على الأرض من قبل لجان موفرتها السفارة، وأيضا عمليات لوجستية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. هذا أهم ما لفت نظري مارينا، هي هذه المشاركة بنسبة كبيرة جدا من كبار السن، تأتي بعدها مشاركة النساء والذين يعني استطاعوا أن يحضروا معهم أطفالهم، بالرغم من أن أيضا كان بالأمس هناك عدد كبير من الأطفال في المدارس، إلا أننا من خلال متابعتنا ليوم الأمس كانت هناك مظاهر جياشة من الوطنية والتصميم من قبل الجالية المصرية ومن قبل المصريين المقيمين بشمال فرنسا للحضور إلى مقر هذه يعني المقر الانتخابي يعني إلى السفارة. أما بالنسبة للجنوب الفرنسي فالأنباء أيضا لم تكن يعني سعيدة للغاية، وبصفة خاصة أن الجنوب أو أبناء الجنوب يعني لا يحبسون الخروج في المطر، غير متعودين على التواجد في جو الأمطار. شهدت مدينة مارسيليا وجنوب فرنسا بعض من الأمطار، نستطيع القول أن العاصمة الفرنسية باريس كانت كثيرة جدا بالنسبة للأعداد التي كانت متوقعة، ولكن بالنسبة للجنوب الفرنسي كان أقل. بالنسبة لهذا اليوم هناك استعدادات، بعد 3 ساعات من الآن سيتم فتح الصناديق الاقتراع لليوم الثاني في العاصمة الفرنسية باريس، وتستمر الأجواء أجواء الطقس الباردة. نحن الآن 5 تحت الصفر، والجميع كان بالأمس كنا حوالي 2 تحت الصفر، نتمنى لا تؤثر هذا. وأعتقد أن بالنسبة للمصريين الذين يسكنون بل ويزورون العاصمة الفرنسية باريس سيكونون في هذا الموعد، وبصفة خاصة بعد أن رأينا أيضا أن الكثير من الذين يعملون في مجالات الإعمار والفنادق والمطاعم بالأمس بالرغم من أنه كان يوم يعني يوم عمل، إلا أنهم لم يذهبوا إلى أعمالهم وفضلوا الحضور من أجل مصر. مارينا، عندما سألنا هؤلاء الشباب لماذا أنتم اليوم يعني هنا، ومنهم من أتى بملابس العمل، أكدوا على أن مصر تستحق أن يكون أو نكون معها في هذا يعني في هذا السباق نحو كرسي الرئاسة، ولهذا هم اليوم متواجدين للتعبير عن حبهم للوطن ودعمهم للوطن، ومؤكدين على أن المصريون بالخارج جزءا أصيلا من المشهد الانتخابي. وبالطبع سنتابع معك خالد على مدار اليوم وعند فتح اللجان كافة التفاصيل من باريس. خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.